هذه الطريقه الخطوه اللي غادي تتبعوها اللي كنتو ماجين موزان، غادي تدخلوا على عند الريج، هذه الدخله ديال عند الريج، ومن بعد غادي تخرجوا في الطريق اللي ديال المجاره. المهم كتبعوا الطريق هذه حتى تشوفوا واحد الطريق كاينه جوج ديال الطرقان. المهم غادي توصلوا للقنطره ديال الورغا، ديال القنطره ديال الورغا، ومن بعد غادي تفوتوها واحد شويه غادي تلقاو القاشله ديال المجاره. ملي الخوت غادي تفوتوا القاشله غادي تلقاو هاد الطريق هذه دابا اللي غادي توصلكم. هذه الطريق يعني كتكون ماشيه نيشان، وكتلقاو طريقه واحده اخرى ماشيه على اليسار، غادي تتبعوا الطريق اللي ماشيه على اليسار حتى كتوصلكم الباب ديال سد الوحده، اللي كتعتبر هاد سد الوحده من اكبر سدود في المغرب وثاني اكبر سد في افريقيا، اللي يعني الاكل الكثير من الناس ما كيعرفش سد الوحده. المهم هذا هذه هي القريه اولا الفيلاج ديال الخماس اللي وصلنا ليلو باش يعني نمشيو للمنتزه اللي قريب عليهم، هو المنتزه سميتو منتزه الخماس. احنا دابا مع الحراره، دابا صبحت الحراره تبارك الله في بليده، وقلنا ضروري نجيو نبحرو في الجهه ديال السد الوحده ديال الخماس. وهنا هذه الطريق تشوفوا هذه اللي تلمني، هذه الطريق اللي عدينا الخماس، المنتزه ديال الخماس القيلولة، ولكن غنمشيو لدابا السد، سد الوحده والمنتزه ديال من اخويا، المنتزه ديال الخماس هذه واعر بعداك منتزه سياحي، منتزه سياحي واعر. الله خو تشوف، مرحبا بكم، شوف مرحبا بكم، منتزه ديال منتزه ديال الخماس، مرحبا والف مرحبا، غادي يعجبكم الصراحه وغادي تشوفوا معنا هذا المنتزه. خويا الخماس اخو مرحبا بكم، ايه الاجواء هنا يا سلام صراحه، والله الا يا سلام واعره، وفيها قول لي حتى الفلوكه بغيت تدخل داخل، كل شيء موجود الحمد لله هنا، وداك الشيء باقي عندي القدام تشوف شي حاجه، واثمنه مناسبه، اثمنه مناسبه، سمعتوا مناسبه جدا، ديال الفقراء، ديال الفقراء ولا الشعب، ولا الشعب، ولا الشعب. احنا ماشي واحد البلاصه جزيره الخوت، الجزيره البسيط ديالنا، كيفاش هو المنتزه، يا سلام رائع رائع، هذا هو المنتزه كما قال لكم الخوت، رائع المنتزه يا سلام والله، اللي بغى يجي الخوت مرحبا به، مرحبا بكم المنتزه ديالنا البسيط، مهم الخوت اللي بغى يجي، الاجواء يا سلام، شوف يا سلام، كي باغي تجي مثلا من الجهه ديال انا الخوت، هذا هو المنتزه اللي كتشوفوا. راك عرفتي القيلولة خاي منصور، راه كاين فين، راه كاين هنا صاحبي في من فيريه، شوف اخويا الصفارجي والبراق اخي، والله العظيم الخوت خير موجود، الصفارجي والبرقوق ماشي عاوتاني، ها هي هذا المنتزه الخوت، شوف كيفاش كتشوفوا يا سلام صراحه، ناضي سكسفو عليه، يمكن لك تجي مع العائله تلقى صحابك الدراري صحابك مثلا الجروب بحال مثلا دابا حنايا احنا جينا اخويا هكا ليس قول لي ناضي انا، يا سلام موظفين طريقين، والله الا الدراري ما تجيبش لا والو، حاجه واعره اخي، ما كتحسش بالحراره كاع، لا والو ما كاين الحراره، انا الخوت ها هو التسمر عندك يعني شي سماره، غير تجي هنا تجلس هذا انا مع الدراري، انا الدراري شو الدراري، شوف خونا قداش هو وما كيعرفش يعوم، واخويا ما كيعرفش يعوم، انا كون كان حاط واحد الاختبار انا شي هذا، انا عاوتاني الدراري ديال اكادير وكذا صغيره، سليمان مرحبا بك مرخوص صغيره خماس، المنتزه ديال صغيره وبالضبط ديال المنتزه ديال خماس، اجي تشوف معنا المنتزه بالضبط، عرفت كما كتشوفوا دابا هي سد الوحده اولا صغيره اولا الخماس، كتشوفوا هذه الجهه كامله، الجهه هذه ديال هادو الفلوكه الا بغيت يعني كريهم، وكاين اللي بغيت تدخل تراس فوقي، وهذا الثاني الجهه ديال الا ما كنتيش كتعرف تدخل داخل، انا عاوتاني بغيت تجي تنار السناره ديالك، كما كتشوفوا هذيك جويده كاملين هذيك اللي كيكريو فيها، ما بغيت تكري النهار ديالك ولا كاين بغيت تكري مثلا تبات تما مع صحابك او مع العائله، مثل اللي كتشوفوا راهو هذاك الفلوكه وهذاك، المهم الخوت دابا هذا راه مازال ماشي لين، هذا السد مازال طويل كما قلت لكم، راه كيتعتبر اول سد اكبر سد في المغرب و ثاني اكبر سد في افريقيا، كيجيو لينا الزوار يعني من جميع انحاء المغرب، فهمتي يعني منتزه سياحي هذا المنتزه سميتو منتزه الخماس،
هما كتشوفو دابا هادو، هادو كيتكراو للساعة، كتلقاهم كيتكراو بواحد 50 درهم. ها كيما قلتلكم الخوت، كاينين البلايص يعني اللي باغي تشريها، أنك تجي لهنايا وتجلس، هنا عاملين بحال شنو سميتو، بحال يعني القياطان، الطونش، باراسورات، كيتكراو يعني كل واحد شحال تكرا، كاين اللي كيتكرا بخمسين، ثمانين، تسعين، على حسب. ها هما كيما كتشوف. لا السباح قول لي اخي منصور مشي دي تلين تعطي اخويا عديد تلين ولكن شغل صعيب شويه. قول لي صعيب اللي فات كنت كنلعب ديال بلا جيلي ولكن دابا شويه قضيه شويه صعيبه قاصح شويه ما تقيل شي حاجه لا ما تقيل بزاف ماشي بحال 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 كضربها جوج ضربات صافي انت وصلتي بصح انا ما عرفتش بالجيلي ما وصلت لي مسافه طويله الخدمه مسافه طويله شحال كنت تقريبا شي مسافه شي 300 متر بحال هذا مسافه تبارك الله عليك اخي منصور الله يحفظك حبيبي صراحه الخط واحد الجو هنا واعر صراحه والله الا واعر كتشوف الاجواء هذا كتدخل لهنا البارد اكثر اذا مع الجو دابا تقريبا واحد السد العشيه الجو برد ما بقاش كيما قبيله مع داك الجوج كانت الحراره بزاف دابا الجو برد وتا العومان ناضي غير هو الصراحه الماء ديالو تقالين شي حاجه يعني العومان ديال البحر ماشي هو العومان ديال هذاك كنتي مثلا عوام شديد ودخلت هنا ما كنتيش كتعرف مثلا يقدر يشدك لاكاج ولا شي حاجه وتغرق باش دابا هنا كل ما كتدخل كيتقال الماء فهمتي كتبقى ضرب كدايا ولكن الصراحه المنتزه واعر فيه بزاف ديال الحوايج بحال مثلا هنا كاين هاد الجوايه هادو كاين فيه تجلس داك بحال باراسولات بحال داكشي واثمنه مناسبه وكاين فهمتي كاين فيه تجلس عاوتاني كاين فيه البحار بغيت عاوتاني داك شنو سميتهم فلوك يدخلوك يخرجوك تا اللين او اللي يديوك طارف الطراف هنا المهم فيه متر المهم الخوت هذا هو المنتزه الصراحه واعر واعر غنوريكم واحد التجربه نعيش واحد التجربه غندخلوا الوسط ونضربوا الدوره طويله ان شاء الله امصر انتم امصر امصر الله الله ادخل يا عماد اش خالي خور خاف شي مسجيلي ما يدير لك هو ادخل اصاحبي ادخل ادخل مسجيلي انت شتاقلي شنو نعوم ابالي نحيدوها لكن شوف واخا دورة هادي سكوا عوام بس ثقيل حيتاش الماء ثقيل بزاف انا الخوت دابا نعيش التجربة الثانية يلاه ندخلوا بها فيراري ندخلوا بها الداخل ان شاء الله زيد خليها تشنكل هنايا يلاه ندخلوا الداخل هاي سير هاي صور شي وحده عريضه الدراري عاوتاني يعيشوا معنا المغامره ها واحد خونا تا هو انا الخوت انا يعيشوا احسن تجربه با منصور تحياتي عاوتاني امين بايدر ليه هنا يبغى تيجي انا خدت الداخل ان شاء الله انا الخد دابا بايدر انت هضر في السلطه دابا رجع بحبس العش رجع ما شاء الله رجع ما شاء الله رجع 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 رقم الشمس هاك دور الجبل دور دابا بس رجع لنا قصير رجع بشويه طريفة يا سلام الخط الله إلا في الوسط ديال الماء ايه يا الدراري نقص انا عاوتاني يا اخوانا بايدار على الشير بايدار الصاحبي كسيري شفت لي حالك شير فوق نقص سير عشير عاد شحال مرة من الكرة
لا ما نطلع ندخلوا تشوفوا على هذا العالم الثاني صراحه. ملي كتدخل الوسط ديال السد صراحه اللي واعره وكتبقى تشوف واحد المنظر وفي الوسط تا وكتشوف واحد الفيو اللي واعر اكثر من اللي كتكون يعني انت عوام وكتضرب السلطوات اولا كتسلطي اولا كتضرب سري يعني غادي يعجبك صراحه. نختم لكم فيديو بهذه الاطلاله الجميله وبهذا الجو الرائع. دابا خليتونا نمشيو بحالنا. المهم نتمنى انه الفيديو يعجبكم وتكونوا عرفتوا وين هذه البلاصه.